رجح المدعي العام الفرنسي أن خللاً في النظام الكهربائي أو سجارة لم يتم إطفاؤها جيداً وراء نشوب الحريق الذي أتى على جزء من كاتدرائية نوتردام في باريس قبل شهرين، وأشار إلى أنه برغم من عدم التمكن من تحديد الأسباب الدقيقة للحريق أثناء التحقيق الأولي إلا أنه يتوجب الآن مواصلة بحث معمق يعتمد على عمل الخبراء، كما أكد فتح تحقيق قضائي ضد المتسببين بطريقة غير مباشرة في ارتفاع حجم الضرر الذي أصاب الكاتدرائية من خلال الإخلال بواجب العناية والسلامة الذي يفرضه القانون.